وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، أثنى على الوالدين. أي نعم. لأن الأهمية في الوالد تعادل الخالق. أي نعم. لأنه هو خلق الإنسان من نطفة، وهذه النطفة من الأب تأتي، وعظم هذا الأب وكرمه بأن يكون بعد الإله، وهذا تكريم ليس بعده تكريم. مزبوط. ثم قال وبعد ذلك ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بالوالدين، قال الإنسان بما معناه الحديث النبوي الشريف الذي يحضر والديه أو أحدهما ولم يدخل به الجنة فقد فشل في حياته وفي دينه. بارك الله هذا فيك. شيء أساسي في الإسلام. بارك الله فيك. ثم البر لهم الحياة، إنك تخفض صوتك أمام والديك وأن تلبي طلباته وأن تكون مطيعا له وأن لا ترفض له أي طلب كان. نعم. فالأب هو الموجه والمرشد وهو الوالدين. نعم. العبادة لله. العبادة لله. لكن أن تحسن لوالديك. أن تحسن لوالديك العبادة، والعبادة هي ليس بالسجود والركوع إنما الإطاعة، لأنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان نعم. والجن وكل مخلوقاته نعم. من أجل العبادة. نعم. وهذه العبادة هي الإطاعة. نعم. وهي التنفيذ الأول. الله يسلمك وبارك. وسلامتك. الله يسلمك.